مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة المفصلة من تلفزيون لبنان. أهلا بكم. هل تسقط عدن ويسقط التفاوض الغربي مع إيران في وقت واحد؟ ما هو تأثير كل من هاتين السقطتين على المنطقة؟ أنباء اليمن أشارت إلى دخول جيش علي عبدالله الصالح ومسلحي الحوثي إلى وسط مدينة عدن وإلى بذل تحالف عاصفة الحزم محاولة أخيرة لإنقاذ المدينة التي كان لجأ إليها الرئيس عبد الرب منصور هادي. وإذا ما تمت سيطرة جيش صالح ومسلحي الحوثي على عدن فإن تحالف عاصفة الحزم قد يضيف إلى هجمات الجو هجوما بريا واسع النطاق، إلا إذا وجد جو سياسي في المنطقة يتيح تفاهما سعوديا إيرانيا، لكن هذا رهن نجاح مفاوضات لوزان وإعلان اتفاق نووي ربما الليلة. أما إذا فشل التفاوض بين القوى الكبرى وإيران فإن حرب اليمن ستكون مفتوحة وربما تترافق مع حرب بين باكستان وإيران أو إيران وتركيا. ولقد حذرت سلطنة عمان بلسان الوزير يوسف بن علوي من أن فشل التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران سيكون كارثة على المنطقة. لنا عودة إلى حرب اليمن في سياق النشرة التي نلفت فيها إلى تاريخ ورقم متشابهين، فالجلسة الانتخابية الرئاسية 22 ستكون في 22 من الشهر الحالي بعد فشل المجلس النيابي للمرة 21 اليوم في انتخاب رئيس للجمهورية. وفي المواقف السياسية برز موقفان، الأول لوزير الخارجية جبران باسيل يوضح رؤية لبنان في المؤتمر الوزاري العربي الذي تم في قمة شرم الشيخ، والثاني لكتلة الوفاء للمقاومة ينتقد عاصفة الحزم السعودية ويعتبر إيران دولة وازنة في المعادلة الأقليمية. إذن حرب اليمن متواصلة في عدن بعدما لامست الحدود السعودية وسط غارات عاصفة الحزم. يستمر القتال بين الحوثيين والجماعات المسلحة المحلية في عدن التي تعد ثاني أكبر مدينة في اليمن، على الرغم من تراجع مسلحي الحوثي من بعض المناطق التي كانوا يسيطرون عليها في عدن بفعل الضربات المتواصلة. يسعى الحوثيون إلى فرض سيطرتهم على هذه المدينة بعدما استطاعوا الوصول إلى وسطها بالدبابات. وأفادت المعلومات عن سيطرة الجيش الحوثي مدعوما باللجان الشعبية على قصر المعشوق الرئاسي في عدن وأمن القرى المحيطة به. وأعلن المتحدث من وزارة الداخلية السعودية بأنه أثناء أداء رجال حرس الحدود لمهامه في إحدى نقاط المراقبة الحدودية المتقدمة لمركز الحصن في منطقة عسير، تعرضوا لإطلاق نار كثيف من منطقة جبلية مواجهة داخل الحدود اليمنية بمقتضى الرد على مصدر النيران والسيطرة على الموقف. وذكر المتحدث السعودي أنه نتج عن تبادل إطلاق نار مقتل عريف سعودي وإصابة 10 من رجال حرس الحدود السعودي. وصرحت ناطقة باسم منظمة أطباء حدود أنه وصل أكثر من 500 مصاب من جميع أنحاء اليمن إلى المستشفيات خلال الأسبوعين الماضيين. بالتزامن شن مسلحون تابعون لتنظيم القاعدة هجوما على السجن المركزي في مدينة المكلا جنوب شرق اليمن وحرروا أكثر من 300 سجين ومن بين السجناء قيادي في فرع تنظيم القاعدة. وعلى صعيد متصل قال وزير الخارجية اليمني رياض ياسين عبدالله أن ما يحدث الآن سيكون كارثة لعدن ولأهلها إذا سقطت المدينة. وأكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومبعوث الرئيس الإيراني إلى بغداد مرتضى سرمدي على ضرورة وقف العدوان والهجمات العسكرية على اليمن وتسوية الأزمة الداخلية. وأعلنت الرئاسة الأفغانية تأييدها لعمليات عاصفة الحزم بقيادة السعودية من أجل استرداد الشرعية في اليمن. في مصر نفذ سلاح الجو المصري سلسلة غارات استهدفت مواقع المسلحين شمال سيناء، ما أسفر عن مقتل عدد من المسلحين الإرهابيين. مصادر أمنية مصرية أفادت أن 15 جنديا قتلوا وجرح 10 آخرون في هجومين على حاجزين عسكريين في سيناء. أحداث سوريا والعراق وليبيا في هذا التقرير. عاد الهدوء إلى مخيم اليرموك بعد معارك عنيفة وقعت الأربعاء بين تنظيمي الدولة الإسلامية وأكناف بيت المقدس، وانسحب مسلحو تنظيم داعش إلى أطراف المخيم الجنوبية. المسؤول بمنظمة التحرير الفلسطينية في دمشق أنور عبد الهادي أشار إلى أن هدف التنظيم كان تخريب الاتفاق الذي كان سيبرم لتحييد المخيم في الصراع العسكري السوري، واتهم المسؤول الفلسطيني أطرافا في جبهة النصرة في المخيم بالاتفاق مع تنظيم داعش، وأشار إلى أن الجبهة لم تشارك في القتال وسهلت دخول مسلحي داعش إلى المخيم من منطقة الحجر الأسود.
في العراق الاشتباكات مستمرة على محاور الرماد وعددا من خطوط الأنبار بين الجيش العراقي وتنظيم داعش الذي شن سلسلة هجمات على الرماد. من جهة ثانية سيطرت القوات العراقية على 95% من مدينة تكريت وقصورها الرئاسية وتدور اشتباكات متقطعة في حيين من المنطقة الشمالية لتكريت. في ليبيا شنت طائرات حربية هجوما على مدينتي الرجبان والزنتان بالجبل الغربي حيث حاولت ميليشيا فجر ليبيا توسيع انتشارها في الجبل الغربي واستهدفت الغارات مطار الزنتان بسبع قذائف سقطت احداها قرب مبنى الركاب والحقت اضرارا بواجهته وبمدرج المطار من دون وقوع ضحايا. بالعودة إلى المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، أنباء من لوزان سويسرية أشارت إلى أن بيانا مشتركا سيصدر هذا المساء عن القوى الكبرى وإيران يتضمن العناوين العريضة لاتفاق على أن تستمر المفاوضات حتى حزيران المقبل. والمزيد من الأخبار المحلية بعد الفصل. أهلا بكم. قيادة الجيش أعلنت أن مديرية المخابرات تسلمت من الهيئة الشرعية في منطقة عرسال جثة العريف الشهيد علي البزال من قوى الأمن الداخلي والذي كان قد اختطف من قبل أحد التنظيمات الإرهابية في بلدة عرسال خلال أحداث شهر آب 2014 وتم تصفيته على يد التنظيم المذكور خلال شهر كانون الأول من العام نفسه وتم نقل الجثة إلى المستشفى العسكري لإجراء فحوصات الدي أن أي تمهيدا لتسليمه إلى ذويه. مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر ادعى على 12 شخصا بينهم ثلاثة موقوفين بجرم استدراج عسكريين سوريين منشقين عن النظام وخطفهم وتسليمهم إلى السوريين. أمنيا أفيد أن خاطفي سوريين من آل عز الدين الأحد عشر سوريا لديهم على خلفية خطف سيف حسين سيف الدين أفرج عنهم. من جهة ثانية أقدم مسلحون من آل عواضة على خطف سجين المختار محمد أحمد عواضة الموقوف بأمر قضائي من مستشفى دار الأمل في بعلبك وفروا إلى جهة مجهولة. إرجاء آخر لجلسة انتخاب الرئيس وعضوان دعا حزب الله إلى التشاور مع الآخرين عند اتخاذ القرارات. مصير الجلسة 21 لانتخاب رئيس الجمهورية لم تكن أفضل من سابقاتها، إرجاء آخر إلى 22 من هذا الشهر لعدم اكتمال النصاب. اثنان واربعون نائبا حضروا الى ساحة النجمة من كتلة المستقبل القوات اللبنانية كتلة التنمية والتحرير اللقاء الديمقراطي اضافة الى عدد من المستقلين فيما غاب نواب تكتل التغيير والاصلاح والوفاء للمقاومة وعدد من النواب المنضوين في قوة 8 اذار. النائب جورج عدوان وفي تصريح في المجلس النيابي وانطلاقا من ارجاء الجلسة دعا حزب الله الى التشاور مع بقية الافرقاء واتخاذ القرارات داخل المؤسسات مطالبا بتطبيق مواقفهم وتحويلها الى افعال. أنا حبيت اليوم انطلق من هالموقف لأتمنى على حزب الله يلي هو عم بيطالب بهالموقف يمارسه هو ونحن عنا كل الاستعداد لهذه التجربة نعممها بكل المجالات وخاصة بمعركة رئاسة الجمهورية وبكل قرارات الحكومة وبكل شغلنا بالمجلس النواب. رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع حمل النواب الذين يقاطعون الجلسات مسؤولية عدم انتخاب رئيس للجمهورية مشيرا إلى أن الحوار بين القوات والتيار الوطني الحر لا يرتبط فقط بانتخابات الرئاسة متحدثا عن تقدم في بعض النقاط. جعجع رد على خطاب السيد حسن نصر الله الأخير. أنا شخص لبناني عادي، السيد حسن نصر الله شخص لبناني تاني، بتصور أنه كل اللي لازم يهمنا بالوقت الحاضر كيف لازم نعمل تنخلص لبنان من جحيم الحروب الواقعة بالمنطقة. أنا بدي أسأل، بحديثه الأخير قام السيد حسن وشن هجوم، يعني هجوم طاحن على القيادة السعودية، مش بس على القيادة السعودية طبعا، وورا منها كل قيادات دول الخليج وورا منها كل قيادات الداخلة بالتحالف العربي، يعني من مصر للأردن لغيرها من الدول العربية لغيرها من الدول الإسلامية. أنا عندي سؤال صغير قبل ما نفوت بأي حيثيات. السعودية شو عملت عاطل مع لبنان تنهجمها؟ امبارح عم بحكي
عطت 4 مليارات دولار للجيش اللبناني. عطت 4 مليارات دولار للجيش اللبناني. نحن بدنا 400 سنة شغل كنا تنقدر نصمد أو نوفر 4 مليارات دولار للجيش اللبناني. مشان هيك من قوم نهجمها. طيب شو عملت؟ طيب قبل منها حطت على عدة مراحل بين سنة 2005 بس عم بحكي المرحلة يلي صرنا نقدر نتابع أخبار فيها، لأنه قبل منها الأنظمة التقدمية يلي كان السيد حسن مأيدهم كانوا حاطين بالاعتقال الجبري. أوكي من 2005 عدة مرات حطت ودائع بمليارات الدولار بمصرف المركز اللبناني لدعم الليرة اللبنانية. اللي صار باليمن اعتبر السيد حسن انه 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 تحرك شعبي هو ثورة مسلحة، واللي صار بسوريا اعتبر السيد حسن تحرك مسلح. والسعودية وعشر دول عربية واسلامية ما لها حق تتدخل هونيك، بس السيد حسن له حق يتدخل بسوريا. يا اخوان حد ادنى من المنطق، يعني وقت السياسة بتفقد حد أدنى من المنطق، طب كيف بدنا نعود نقدر ندفعها؟ أنا برجع بقول كل هالحكي لازم نحط قدام عيوننا بالوقت الحاضر، مش نقعد نعمل سجلات بين بعضنا. مشان هيك أنا ما كان بدي رد ولا رح رد، بس ما كمان في مكان ما عم بيدفع كتير الكيل وهذا ما بيجوز. مشان هيك لازم نحكي شوي بس مشان نقدر نصوب الأمور. الهدف الأول والأساسي اللي لازم نحطه نصب عيوننا بالوقت الحاضر هو استقرار لبنان وتخليصه من جهنم الموجودة بالمنطقة. المجتمع المدني رفع النداء للنواب لممارسة دورهم الانتخابي وانتخاب رئيس للجمهورية وكلمات لممثلي الهيئات المدنية رفضا للإمعان في الفراغ الرئاسي ومنعا لاستمرار سياسة التمييع والأمر الواقع. نفذت هيئة المجتمع المدني بدعوة من طاولة حوار المجتمع المدني اعتصاما بالتزامن مع الجلسة 21 للمجلس النيابي لإطلاق صرخة بوجه من يعطل الاستحقاق الرئاسي، وعبارة واحدة رددها المشاركون: نريد انتخاب رئيس فورا. الدستور بيقول انه لازم المجلس يكون بانعقاد دائم لانتخاب رئيس جمهورية، فنحن مصرين على انتخاب رئيس جمهورية، هيدا حقنا. النواب مددوا وتعدوا علينا. وبالمناسبة كانت كلمات لرؤساء الطوائف من على شاشة تلفزيون لبنان، وهي عبارة عن رسائل وجهت إلى المجلس النيابي للقيام بواجبه وإنجاز الاستحقاق وإنقاذ الجمهورية. لما بنكون عم نحرم لبنان من رئيس الجمهورية المسيحي الماروني، معناتها نحن عم نكسر الميثاق الوطني ولو كان ليوم واحد. ونطالب الرئيس بري رئيس المجلس النواب تبقى هالجلسة مفتوحة حتى انتخاب الرئيس، لأن رئيس الجمهورية اللبنانية هو رمز وحدة الوطن وتماسكه، وهو وحدة يمثل رمز لوحدة المؤسسات الدستورية والمؤسسات العامة للدولة. وإذا أراد اللبنانيون، إذا أحسنوا النوايا اللبنانيين واتخذوا العبرة من الماضي ونظروا النظر الوطنية الصحيحة، يمكن انتخاب رئيس جمهورية. 40 جمعية شاركوا في الاعتصام، وإن كان بدعوة من رئيسة تفعيل دور المرأة الأميرة حياة أرسلان، إلا أن هذا التحرك كان متنوعا إذ شارك فيه كبارا وصغارا، نساء ورجالا، وكلمات الصغار طغت على كلمات الكبار. يا ريت يحطوا رئيس جمهورية ليساعد العالم ليساعد البلد، هيدا هو البلد حقوقه. أتمنى أن يكون هو سامعنا يفهمنا. صحيح أنا صغيرة بس لازم هو معنا في حسن البلد. تعبنا تعبت العالم لانتين استوينا، بدنا بقى رئيس حل الوضع نايم بأمان نصير. لا لا للوطن للأولاد. بعد أكثر من 10 أشهر على الفراغ الرئاسي وعلى مقربة من المجلس النيابي، هل تصل صرخة المجتمع المدني إلى مسامع المعنيين، أم أن الفراغ الرئاسي سيبقى متربعا على سدة الرئاسة ولا حياة لمن تنادي؟ من ساحة رياض الصلح بعيات شكري صباغ، تلفزيون لبنان. وفي قصر العدل توقف المحامون في المحاكم والدوائر القضائية عن العمل مدة 10 دقائق عملا بقرار نقابة المحامين وتضامنا مع المجتمع المدني الذي يطالب بتسريع انتخاب رئيس للجمهورية. ونطيع النشاط بعد هذا الفاصل.
أهلا بكم. في عين التيني رئيس مجلس النواب نبيه بري التقى السفير الروسي ألكسندر زاسبيكين وبحث معه الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة وعرض تطورات مع سفير سوريا علي عبد الكريم علي، واستقبل أيضا رئيس دائرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والفرنكوفونية في الخارجية الفرنسية جان بيير لاكروا والسفير الفرنسي باتريس باولي، وتم عرض للتطورات في لبنان والمنطقة. كتلة الوفاء للمقاومة استنكرت برئاسة النائب محمد رعب العمليات العسكرية على اليمن ودعت إلى وقفها فورا ووجوب توفير رعاية للحوار اليمني. تدين الكتلة بشدة الحرب العدوانية السعودية الأمريكية ضد دولة اليمن وشعبها، وتحذر من عواقبها وتداعياتها الخطرة على كل المنطقة، وترفض رفضا قاطعا كل الذرائع التي يسوقها المعتدون وشركاؤهم لتغطية جناياتهم وقتلهم العشوائي للأطفال وللنساء وللناس الآمنين في بيوتهم وأسواقهم ومخيمات النازحين، وتدمير المنشآت المدنية والبنى التحتية والمستشفيات، أو لتبرير تورطهم في مقامرة خاسرة ستنتهي بهم إلى مزيد من الخيبات والإخفاقات في مواجهة مقاومة الشعب اليمني. إننا ندعو إلى وقف فوري لهذه الحرب الظالمة، وتوفير رعاية محايدة لحوار يمني داخلي، وصولا إلى الاتفاق على حل سياسي وطني يحفظ وحدة اليمن ويحقق استقراره ويستجيب لتطلعات الشعب اليمني في الحرية والسيادة والاستقلال بعيدا عن الوصاية والتبعية. الوزير باسيل أكد اعتماد معيار واحد في السياسة الخارجية هو معيار مصلحة لبنان واللبنانيين. أشار وزير الخارجية جبران باسيل إلى أن السياسة الخارجية تعتمد معيار واحد هو مصلحة لبنان واللبنانيين، والشيء الأساس هو استقلالية السياسة الخارجية، مؤكدا أن الوحدة الوطنية أهم من التضامن العربي. ولفت في مؤتمر صحفي من وزارة الخارجية إلى أنه في ملف البحرين أعلن أن موقف حزب الله لا يعبر عن موقف الدولة اللبنانية، وعندما ذهبنا إلى القاهرة وحين محاولة إصدار بيان ضد فريق من اللبنانيين تصدينا له. لما بتعلق الموضوع بفريق لبناني لا بنوقف متفرجين، وعلى هالأساس نجحنا بحذف عبارة تربط مباشرة حزب الله بالموضوع الإرهابي، وهذه سقطت نتيجة العمل الدبلوماسي اللي تم، وبقي عبارة يعني فيها وصل ما بين مجموعات إرهابية ومنظمات داعمة للنظام وفي تسمية لميليشيات حزب الله فيها، مشان هيك ما وافقنا. وفي ملف إنشاء قوة عربية مشتركة لفت إلى أن هذا الموضوع ليس تابعا لملف اليمن، بل هذا الموضوع قديم ولبنان يؤيد تطور التعاون العربي، وأكد أنه لا يمكن إقامة سياسة خارجية على هوى البعض. نحن نتأيد ببيان وزاري صدر عن الحكومة بعد جهد شهر استنفدناه بالكامل، تجينا اعتمدنا بالبيان الوزاري بدل كلمة اعلان بعبدا مكررات الحوار الوطني، يعني هي نفس الشيء يمكن، بس هذا الشيء اللي اعتمده من وقتها بأدار 2014 اول مرة رحنا على الجامعة العربية على بند التضامن، اعتمدنا صيغة مكررات الحوار الوطني، وهذا الشيء صار بالتشاور مع رئيس الجمهورية آنذاك الله يوجه له الخير ورئيس الحكومة، ورجع تكرر هذا الشيء بعد 6 أشهر بأيلول 2014 نفس البند، ورجع تكرر بعد 6 أشهر اليوم بأدار 2015 بأنه اعتمدنا الصيغة، فهذه الصيغة ما فيها شيء جديد، وهذه من سياق البيان الوزاري. ونشاطات لعدد من الوزراء في هذا التقرير. استقبل وزير الاعلام رمزي جريج رئيسة مجلس ادارة تلفزيون فرانس ميديا موند ماري كريستين ساراغوس ومدير تلفزيون فرانس 24 مارك سيالي، وكان بحث في التعاون القائم بين هذه المؤسسات والمؤسسات اللبنانية ولا سيما وزارة الاعلام والوحدات التابعة لها، وكان اتفاق على وجوب تفعيل هذا التعاون وتطويره. بدورها تحدثت ساراغوس عن ابرام اتفاقيات مع لوليون لجور والنهار واذاعة لبنان وباكس التابعة لمونتي كارلو انترناسيونال. أعلن وزير المال علي حسن خليل في مؤتمر صحفي عقده في مبنى الريجي أن ثمة إجراءات في حق الشركات التي لا تدخل بضائعها عبر الريجي ولديها مراكز في دول قريبة أو بعيدة، مشيرا إلى أن تهريب البضائع يتم عبر المرافق المختلفة وبوسائل نعمل على ضبطها.
عرض وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق العلاقات اللبنانية التركية مع سفير تركيا إنان أوزيلديس، وكانت مناسبة لاستعراض الأوضاع في لبنان والمنطقة. استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل في مكتبه في الوزارة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، يرافقه رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا. رعد أشار أن لقاء اليوم مع مقبل هو للتداول فيما يهم الأمن والاستقرار في هذا البلد، خصوصا في ضوء التطورات الضاغطة التي نحرص جميعا على أن نحفظ لبنان وننأى به بعيدا عن أي انعكاسات وتداعيات، وأبدينا حرصنا على الجهود التي تبذل على هذا الصعيد. وفي وقت لاحق استقبل مقبل أمين عام حزب التشناق النائب أجوب بكرادونيون، حيث جرى تداول في الأوضاع الراهنة ولا سيما الأمنية منها، وأبدى دعم الحزب للجيش اللبناني ولما يقوم به، كما تناول البحث موضوع زيارة وزير الدفاع الأرمني المرتقبة إلى لبنان. التقى وزير العدل أشرف ريفي نقيب المحامين السابق نهاد جابر، وكان عرض للشؤون القانونية وقضائية. ووقع وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس ووزير العدل اتفاق تعاون يتعلق بالعمل ضمن محاكم الأحداث. جال وزير التربية ليس مصعب على متوسطة سد البوشري للبنات وللصبيان مع معاونة وزير الخارجية الأمريكي آن ريتشارد وسفير الأمريكي، متفقدا الصفوف التي تضم تلامذة لبنانيين وسوريين في دوام قبل الظهر وتلامذة سوريين في دوام بعد الظهر. في تلفزيون لبنان لقاء جمع رئيس مجلس الإدارة طلال مقدسي إلى وفد فرانس ميديا موند. تطوير التعاون بين فرانس ميديا موند وتلفزيون لبنان محور لقاء رئيس مجلس إدارة تلفزيون لبنان طلال المقدسي ورئيسة فرانس ميديا موند ماري كريستين سراغوس، التي أشادت بالتحسينات التي طالت المحطة، وأكدت أن الاتفاق الذي حصل منذ سنتين مكن مشاهدي تلفزيون لبنان من متابعة برامج فرانس 24. Premièrement, quel est le but de la rencontre avec le PDG de la télé Liban? Eh bien, nous avons conclu. أنا سعيد جدا بهذا اللقاء الذي حصل وبالتطور الذي طال التلفزيون على الصعود كافة. اتفاقنا هذا مكن مشاهدي تلفزيون لبنان من متابعة برامج فرانس 24، ولقاؤنا السيد المقدسي يهدف إلى تطوير التعاون السابق الذي حصل، واختيارنا وقع على تلفزيون لبنان كونه شبيها لنا ويصنف قطاع عام. سراغوس جالت في استديوهات المحطة ومكاتبها مشيدة بالديكورات والتطور التقني الذي طالها. مبادلات عربية لتمويل الاستثمار ومطالب بتأمين الاستقرار وتحديث القوانين لجذب المستثمر العربي، التفاصيل في الفقرة الاقتصادية. المبادرات العربية والدولية لتمويل الاستثمار في لبنان عنوان الجلسة التي عقدت خلال المنتدى الاقتصادي اللبناني التي تابع أعماله لليوم الثاني على التوالي في فندق فينيسيا. تناولت الجلسة القطاعات التجارية التي يمكن أن تجذب المستثمر العربي في لبنان، وأكدت الكلمات على ضرورة تشكيل قوة عسكرية للبناء شبيهة بالقوة العسكرية المشتركة التي أطلقت في القمة العربية، ولفت المجتمعون حاجة لبنان لتطوير قوانينه وتسهيل معاملات المستثمر العربي والأجنبي وانتخاب رئيس الجمهورية وتأمين الاستقرار السياسي والأمني لجذب المستثمر العربي والأجنبي. دكتور زبوكحل، جلتوا في فرنسا على رجال أعمال فرنسيين من أصل لبناني، وكان هناك مبادرات الاستثمار في لبنان، أدي أنت حسيت جدية؟ ما في شك، بتشكرك على السؤال. نحن معنا جي من فرنسا ومبينا اتفاق وشراكة بين رجال أعمال اللبنانيين ورجال أعمال اللبنانيين في فرنسا. نحن برأيي من دوعوتا أنه مع كل الشباب الدستور اللي عم يعيش في لبنان نقدر نهون حول العالم ونطمن لكل اللبنانيين اللي بالخارج اللي نعمل مستثمرين، لأن لبنان بعد بالخارطة الاقتصادية العالمية بعد عم نجرب منه نخلق لبنان نخلق فرص عمل. ونحن نحن دائما لازم نقول ليش نحن عايزين استثمارات. نحن لازم نحكي دائما بين العام اللي وصل 77 مليار لو 67 مليار، لكن أهم من هيك هو بين الخاص. بين الخاص اللبناني استثمار وصل ل 55 مليار بأواخر سنة 2014. هذا يعني إنه راح يكون أصعب للشركات الخاصة الاستدامة، لأنه أكثريات الاحتياط اللي هم عايزينه مستعمله، فهم عايزين هالشركات اللبنانية بيقدروا يجذبوا رجال أعمال واستثمارات من الخارج إلى رأس المال هالشركة. فنحن من واجبنا، في نروح نطمنهم إنه عندنا شركات قائمة بلبنان، حتى لو عندنا مشاكل بالنمو ومشاكل أمنية وسياسية، بعد ما الشركات النمو قائمة وعندها شركات اللي هم عم بيقدروا يتميزوا بمعرفتهم بأفكارهم وعم بيقدروا يصدروا معرفتهم وسمعهم عبر العالم. لكن هم مهمين فوق بكل القطاعات، قطاع البناء عم يجذب
حجب قطاع المصارف حجب قطاع صناعي حجب قطاع تجاري. وعم نحكي نحن قطاع مش بس بلبنان، نحن رجل اعمال على كل حال في العالم او مستثمر وقت بيجي على لبنان ما لازم ينظر لبنان كبلد صغير، لازم يطلع على لبنان انه هو بيواجه بشار الاوسط، بيواجه بكبيره من استثمارات لبنان اللي بيشتغل على كل الاستثمارات الخليجيه. هذا نحن استثمار لبنان، نحن سوق صغير لكن فعلنا كبير وقت عم نشتغل كمان. أوقف الدورية من أمن الدولة في زحل السوري شادي جولو صاحب ملحمة عدنان في بر الياس لإقدامه على ذبح أبقار مصابة بأمراض سرطانية. ومتفرقات محلية في هذا الشريط. استقبل قائد الجيش عماد جعهوجي في اليرزي رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد يرافقه الحاج وفيق صفا، كما استقبل وزير الصحة العامة النائب وائل بوفعور، وجرى التداول في الأوضاع العامة، كما استقبل السفير الفرنسي في لبنان باتريس باولي على رأس وفد مرافق ضم مدير المنظمة الدولية للمؤسسات الدولية لحقوق الإنسان والفرانكوفونية السيد جان بيير لاكروا، وتناول البحث مجلة التعاون والتطورات الراهنة في لبنان والمنطقة. ولمناسبة يوم الجمعة العظيمة وعيد الفصح وإقامة احتفالات خاصة بهاتين المناسبتين في مختلف المناطق اللبنانية، باشرت وحدات الجيش المنتشرة في مختلف المناطق تنفيذ تدابير أمنية استثنائية في محيط أماكن الاحتفالات ودور العبادة وأماكن التسوق، بما في ذلك إقامة حواجز وتسيير دوريات مؤللة وراجلة وتركيز نقاط مراقبة، وذلك تسهيلا لانتقال المواطنين والحفاظ على أمنهم وسلامتهم خلال ممارساتهم الشعائر الدينية. التقى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا ألمانيا والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة سيغريت كاغ والسفير المصري. ترأس البطريرك مربشار بطرس الراعي رتبة الغسل في سجن رومي مشددا على المعاني الإنسانية للمناسبة وتحقيق العدالة للسجناء. في طرابلس عرض المفتي مالك الشعار آخر التطورات والمستجدات مع السفيرة الكندية في لبنان. عقدت جمعية لوغوس مؤتمرا صحفيا في نادي الصحافة، أطلقت خلاله نشاط درجها لما تنعاد الذي سيقام في 13 نيسان أمام المتحف في ذكرى الحرب اللبنانية. وبهذا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تمام 11 والسوس من هذا المساء.